أبرز أخبار المصرية، أهلا بكم. نشرت دار الإفتاء المصرية تنبيه هام للمصريين، حيث ذكرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما تم نشره خلال الأيام الماضية بشأن تحديد موعد عيد الأضحى غير صحيح، وإن دار الإفتاء لم تعلن بعد عن موعد العيد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اختيار طلاب الكليات دون مراعاة للتنسيق الجغرافي. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع تويتر أشار فيها إلى مخاوف أمنية خاصة بعلاقة شركة جوجل الأمريكية بالصين، وقد كتب في تغريدته: ربما يكون هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي حول جوجل وعلاقتها بالصين، وربما لا، سنعرف ذلك لاحقا، وأمل بصدق ألا يكون هناك مشاكل. يذكر أن توتر نشب في العلاقات بين الولايات الأمريكية والصين بسبب قرار الأولى حظر التعامل مع شركة هواوي متهمة إياها بالتجسس على الولايات المتحدة. ومن أخبار الرياضة، صرح وائل جمعة خلال لقائه لقناة الأهلي اليوم الجمعة أنه كان هناك حرب ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته، ولكن تم إنهاء كل هذه الأمور بالفوز ببطولة الدوري، وأكمل حديثه وبأن لاعب النادي الأهلي مطالبين دائما بالفوز بجميع البطولات. وفنيا، نعت لينا الفيشاوي جدها الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة كتبتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: ستبقى في قلبي دائما. كما قامت بتغيير صورة حسابها على موقع الانستغرام إلى صورة سوداء حدانا على جدها الراحل. وأخيرا، درجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فالقاهرة العظمى 37 والصغرى 26، الأسكندرية العظمى 31 والصغرى 26، سوهاج العظمى 38 والصغرى 24، أسوان والأقصر العظمى 41 والصغرى 27. دمتم في أمان الله.